Il est allé, c'est allé voir le confédéral, il dit qu'on a des choses. Puis tu sais de Subrin, où les gens achètent, ils brillent, ils ont tout mis au-dessus de Subrin. Où les gens sont gravés, les gens sont allés, où les gens sont allés, où tu as souffert, où tu as le droit de t'inquiéter. Et là, il y a un sommet confédéral, il dit qu'on a des choses. وبإجلاتها في رجال التعليم وكل القطاعات المنضوية السرية والكونفدرالية. تراك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذه السنة تحتفل ب ذكرى 40 يعني القمع والتعسف لا يزيل الإطارات المناضلة والإطارات الصامدة والإطارات القوية إلا تسكية ومزيد من الرص للسفن. كذلك لا أنسى أن سياسة التفريق إخواني في الجمعية بدأت في 92 حين أخذوا يفرقوه بالمخزن لكن يفرح وهذا لا يزيد إلا تشتيت وتبخيت لكل عمل جماهيري جاد. في العمل الجماهيري الجاد دائما متبوع ودائما كيشوفوا كيديروا له باش يهلكوه. اللي يخفى عليكم اخواني واخواتي انهم في تبخيتهم للعمل السياسي الان نعيش الانحباس السياسي. والانحباس السياسي ماشي غير عندنا في المغرب، ها هو العالم، ها هو فرنسا وفي امريكا وفي مشكل، وهو جاي الانحباس النخبي حين غياب الحوار الاجتماعي اللي مارسات عليه النقابات ورسخته فاتح بوش 96 وجعلته قاطع، وفاتح بوش 96 اعطانا ما اعطى، اعطى ميثاق شرف سياسي، اعطى ميثاق شرف للامه المغربيه كامله باش ولات الامور كلها كما نراها في الكونفدراليه المغربيه. اي اخواني في الجمعيه الوطنيه لمديرات ومديري الثانويات العموميه المغربيه عليكم ان تعرفوا ولا سيما بجهه تطوان جهه طنجه تطوان الحسيمة انكم عليكم معول كرجال تعليم لان هذه المنطقه خصكم تعرفوها بان راه اكبر من لبنان كجغرافيا كجغرافيا راه اكثر من لبنان كذلك اقتصاديا راه اصبح اكثر من الدار البيضاء وعليكم المعول في الصمود وتراسي الصفوف وخلق الجبهه الوطنيه ان لم اقل لكل الجميع لانه قضيه التعليم راه هي قضيه القضايا انه وطن بدون تعليم راه ماشي وطن راه كيولي الله على ماشي سميو جميع المسميات اللي بغيتو تسميوها بدون تعليم لرجالاته ونسائه لذا في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل لكم منا كل المسانده لكل خطواتكم النضاليه ولكم منا كل الدعم وندعوكم كذلك الى المزيد من النضال انه لا ما ياتي بالنضال لا ياتي الا بالمزيد من النضال ولذا اشد على ايديكم واحييكم واتمنى لمؤتمركم هذا المؤتمر الجهوي النجاح وتحيه لكم.